صفتها للتعيد. الحمد لله فما نعمل مام فماش ما فما حوت. حوتنا نارنا فماش وما تلقاش حاجه كلي فرشكه. حاجة الفرشكة قليل اللي تلقى عنده الفرشك بقيتها كله مثلج تروح بيه للدار يترخاوي ويولي في حالة خيرة ربي مصلي عني بيه هاكا تنة تبارك الله 6600 عندك الورقة ب 10500 ستة سبعة كعبيت حتى العائلة ما عاد ينجم ياكل وركة وركة حط البشوة حط البشوة جينا باش نقضيو في المارشي هذا الكبير الحوت كما تشاهدون متوسط مش غالي مش رخيص ينجم يخلط عليه القليل كما اللي يخلط عليه اللي لاباس عليه اللي حل عينيه بتبيع بشيخه حاجه باهي يلزم يعرف السوق شنو هي كيفاش ياكلوا فهمتني كيفاش يعرف يقضي كل شيء هذا كما تلقى سلعة على الباكر كما تلقى سلعة على القديمه كما تلقى الغشه يعني فهمتني للمرشي هذا يعني في الساحل جيت للمرة الأولى بريمو قعدت حالة فمي عجبني على الأخر كبير وباهي ومفرها دون ضيف أنظف من كيكة مرة ذي الحقيقة عجبنيش معنى مش كيف قبل السنين اللي فاتوا مسخ برشا ألا بلاستو فارغة مخليها مسخة ريحة أنسي بختابل بطبيعة هو مرشي حوت معنى سنور ما يشتبدأ ريحة لكن فما بقايا معنى متاع نهارين التالي كل بطبيعة باش عمل ريحة ومع السخانة كل مرشي مسيب وينهم موظفين البلديه وينهم الاعوان وينهم ما ثماش يجي باش يقعد يحكي في المكتب نتاعو هذه ما وناسك تشوفها شوف يقص هنا في الطن الخشين ويتم مع الناس وحاله لك الناس كل ولا واحد كلمه ولا واحد جاني مبروك ان شاء الله كل عام حيين بخير وان شاء الله تونسنا بخير ووليداتكم بخير وربي ان شاء الله يبقى عليكم الستر دنيا واخره